مساء الخير. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخلق الكون خلقه في 6 أيام، مع إنه كان قادر يقول له كن فيكون، بس حب يعلمنا درس إن كل حاجة لازم تاخد وقتها. ما ينفعش إن أنا أقطف ثمرة فاكهة قبل ما تستوي، لأني لو عملت كده وجيت أكلها هلاقيها مرة. زي هناء بطل القصة حقيقية النهاردة، طفلة أجبرها أهلها على الجواز قبل ما تعرف يعني إيه جواز. دلوقتي في 11 سنة من حياتها اتسرقوا منها وهي مش عارفة راحوا فين. طب مين اللي سرق منها ال 11 سنة دول؟ وإيه اللي حصل مع هناء بالظبط؟ تعالوا نسمع القصة من أولها. اسمي هناء وعندي 26 سنة، وقبل ما أحكي حكايتي حابة أشكرك يا سالي وكل الدكاترة اللي بتستضيفيهم، لأني شفت في كلامكم جزء من قصتي، وده اللي شجعني أفتح قلبي وأبعت لكم. بعد ما الدنيا سودت في وشي، أنا يا سالي فتحت عيني على الدنيا، لقيت أبويا شخص عصبي قوي وإيده طرشة. على أقل موقف أو غلطة كان بيضربني أنا وإخواتي بكل قسوة، كان بيضربني كأني واحد كبير وقده في السن. ده خلاني بخاف منه قوي، كان دايما مسبب لي رعب، لدرجة إنه مجرد ما يمد إيده عليا وأنا نايمة أقوم مفزوعة أو حتى ينده عليا. وكان عندي تبول لا إرادي لحد سن 10 سنين بسبب عدم الإحساس بالأمان. ورغم الرعب ده كنت حابة دراستي قوي، كنت دايما شايفة إني هبقى حاجة كبيرة جدا، دكتورة مثلا أو مهندسة أو محامية، لكن اللي ما كنتش عاملة حسابه إني هكون كبش فدا لأول واحد يجيلي ويكون عاجب أهلي، لدرجة إن هما يجبروني على الجواز وأنا عيلة عندها 15 سنة. اللي حصل إن عمي جالنا زيارة في يوم وجاب معاه صاحبه وابن صاحبه عشان يشوفوني، وأنا طبعا ما أعرفش، ولقيتهم في البيت بيقولوا لي في ناس قرايبنا جايين يزورونا، قومي البسي حاجة مفرفشة. وده كان على غير العادة. من إمتى بيجي لنا ضيوف وبلبس لهم لبس مخصوص وأطلع أقعد معاهم. فجأة لقيت نفسي جوه المصيدة مع شخص غريب بيبص لي بصات غريبة، وأنا مش عارفة إيه اللي بيحصل ده، لحد ما قالوا لي ده عريسك، وإحنا خلاص اتفقنا على كل حاجة. كنت ساعتها أول مرة أعترض وأقول لأ من غير ما يهمني ضرب أبويا، لأني حسيت إني بتورط في كابوس هيسرق مني عمري ومستقبلي وأحلامي في الدراسة. وقلت مش هخاف ولازم أقول لأ مهما حصل. وفعلا مسكوني طحنوني ضرب وبهدلة وإهانة، وأنا مصممة على موقفي. منعوني إن أخرج من البيت وقالوا أكيد في حد تعرفيه هو اللي لعب في دماغك وبيشجعك إن أنت ترفضي، وأنا مفيش أي حاجة من الحاجات دي خالص. وآخر حاجة قررت إني أصارح العريس وأقول له إني مش بحبه ولا عاوزاه. طلبت منه يسيبني ويمشي، لأن أهلي ماسكين فيه بطريقة غريبة كأنهم عايزين يخلصوا مني. قعد شوية ما بيجيش خالص، قلت خلاص الموضوع هيخلص. فجأة في يوم لقيت أبويا مسكني أكلني علقة عمري ما هنساها، كسر عليا كرسي خشب والله يا سالي. ورحت المستشفى وفقت، والدكتور بيقول لي مين اللي عمل فيكي كده. كان نفسي أقول للدكتور إن أبويا هو اللي عمل فيا كده عشان واحد غريب. لسه هرد لقيت جدتي بتقول له أصلها وقعت من على السلم. فالدكتور بص لي بشك وسألني أنتِ وقعتي فعلا؟ لقيت نفسي بهز راسي من الخوف. اكتشفت إن عندي دراع مكسور والتاني كدمات شديدة بعد كل الضرب اللي خدته. قعدت 40 يوم في الجبس، شفت فيهم عذاب وكلام وحش من أهلي ومن كل اللي في البيت، وكأني واكلة أكلهم. بقيت كارهة أبويا والعريس وكل حاجة في دنيتي. وبعدها سلمت أمري لله وعرفت إني مش هقدر أعمل أكتر من كده، ومستحيل هقف قدام كل دول وأنا بطولي، لا أم ولا أب ولا جد ولا حتى جدة، كلهم ضدي. وفعلا اتجوزت في بيت عيلة من واحد أكبر مني ب10 سنين، تعليمه على قده. تعالوا نقف هنا شوية. في حد طبيعي بيعمل كده في بنته؟ بيضرب بنته بكرسي. ها عشان ايه؟ عشان يجوزها وهي طفله ما كملتش حتى سن الجواز القانوني. طب ليه؟ وكل العيله شايفين البنت غلطانه عشان قالت لا، عشان كان نفسها تكمل تعليمها اللي هو اقل حق ليها. طب جوزتوها غصب عنها. كده انتوا مبسوطين؟ طب تفتكروا هي مبسوطه؟ تعالوا نكمل. اتجوزت ومن اول اسبوع اكتشفت انه مدمن حشيش، ما يعرفش اي حاجه عن المسؤوليه، كان على اهون سبب يعمل معايا مشاكل ويضربني ويشتمني قدام اهله عشان يوريهم انه شخصيه ومسيطر عليا، مع ان كلهم كانوا عارفين اني عيله صغيره ما اعرفش اي حاجه عن الجواز والمسؤوليه، لحد ما خلاني مرمطون ليه والابوه وامه واخواته، والكل يتحكم فيا ويشتمني ويخليني اخدمه كاني جاريه ملهاش اهل ولا اي حقوق. وعلى اتفه سبب كان يبعت يجيب اهلي ويفضل يشتمني قدامهم. واهلي والله تخيلي الله يسامحهم كانوا بيجوا عليا ويغلطوني عشان افضل عنده وما ارجع لهمش. لما مره خدت بعضي وهربت ورحت لهم، فضلوا يبهدلوني ويشتموني ورجعوني لحد عنده عشان يأدبني، لحد ما كرهت نفسي وكرهتهم كلهم. والمشكله الاصعب انه حصل حمل على طول بعد 9 شهور. جبت بنتي الكبيره اللي شافت معايا الهوايل من ضرب لإهانة لذل لحرمان من كل حاجة. كان أي حاجة بحبها بيحرموني منها، حتى التليفون العادي جوزي كان بياخده مني عشان ما أكلمش حد وأفضل محبوسة. بعد 3 سنين جواز جالي ارتخاء في الصمام المترالي، ارتجاع في منسوب الدم في القلب، ودراعي بقى ينمل، وقولون عصبي، وضغط، وارتجاع في المريء. وكل ده ولا حد حاسس ولا شايف من أهلي، أو بمعنى أصح شايفين بس مش عايزين يرجع لهم بعيالي. طب ما انتوا السبب، ده غير إني كنت متجوزة من غير عقد رسمي بحكم إني لسه قاصر ولازم أتسجل لما أتم 18 سنة. وجوزي كل شوية يقعد يذلني بالموضوع ده ويقول أنا مش هطلقك وهسيبك متعلقة كده زي البيت الواقف، ولا أنت متجوزة ولا عارفة تتطلقي. وأهلي حاولوا يهدوا الموضوع لحد ما سجلنا العقد وخلفت بنتي التانية بعد ما بان ان هو اتغير وربنا هداه. بس بعد 2 سنين رجع اصعب من الاول. ولما اقول لاهلي انا تعبت هموت بسببكم، يقولوا لي الناس كلها كده، انتي مش اول ولا اخر واحدة تتهان وتتضرب. انتوا متخيلين؟ كل الدكاترة اللي رحت لهم اجمعوا اني مريضة نفسيا ولازم اتعالج. حتى دكتور القلب قال لي انت 90% من الامراض اللي عندك بسبب حالتك النفسيه، غير بقى كلام حماتي اللي بقت تعايرني وتقول لي انت على طول تعبانه، انت على طول مريضه. انا لازم اعمل كل فروضي من غير ما مل ولا اشتكي. وحمايه الراجل الكبير مد ايده عليا، شتمني وطردني. بقيت اعدل هدومي في الشارع بعد ما خرجت متبهدله ومتهانه، مع اني كان معايا سلفتي في البيت، محدش كان يقدر يقول لها الشتايم والكلام اللي بيقوله لي، عشان هي جوزها كان عامل لها شخصيه وبيحترمها قدام الناس، بياخد لها حقها. لكن انا مين وبنت مين؟ ما اهلي رموني وهنت عليهم. وفي مره سبت البيت وقلت همشي في اي مكان وخلاص، ما عرفتش اروح فين ولا لمين، لحد ما رجعت مكسوره ومذلوله. قلت لهم عايزه اتطلق. أهلي وقفوا معاهم وقالوا لي يبقى تتنازلي عن كل حاجة. قلت لهم موافقة. قالوا لي هتتنازلي حتى عن عيالك عشان ما ترفعيش قضية وتعملي قضايا كتير ويبقى ليكي حق في حاجة ولا حتى في نفقة. وأهلي كمان قالوا لي احنا مش هنأكل عيالك، وديهم لأبوهم هو أولى بيهم، ولما ترجعي مش هتخرجي من البيت ولا تمسكي تليفون ولا حتى تفكري في الجواز تاني. والمصيبة إني اكتشفت إني حامل في 3 خلفة ورجعوني لبيت جوزي وقالوا أصل معمول لكم عمل. قال إيه؟ الناس ما بترحمش ومستكترينكم على بعض. مستكترين إيه؟ ده أنا بقالي 11 سنة بعاني ولسه في نفس العذاب زي ما هو. وحاليا بقى ما بيسيبني بالايام من غير ما يسال اكلته ولا لا، ويقول لي عايزه تاكلي يبقى تنزلي تخدمي امي وابويا اللي في البيت، مش هتنزلي مفيش اكل. عمره ما قال لي كلمه حلوه، عمره ما خرجني من ساعه ما اتجوزنا غير مرتين. كنت الاول بتحايل عليه، لكن دلوقتي خلاص مش فارق معايا بجد. قعدة البيت بقت هي حياتي، ما بقتش عارفه اتعامل مع الناس. لما بلاقي حد حياته كويسه بقول يا رب، هو كتير عليا اني اعيش انا وعيالي كويسين كده مع شخص يكون سوي. وشويه شويه صدقت كلامه، بقيت احس فعلا اني وحشه ومهمله وما استحقش اعيش. اتحرمت من طفولتي، اتحرمت من اجمل فتره في حياتي، اتحرمت من اني اقول اه او لا على الشخص اللي هعيش مع حياتي. انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا ماليش راي وحقي مهضوم. أرجوك يا سالي ساعديني، أنا حاولت أنتحر أكتر من مرة، مرة بالأدوية، مرة بعدم الأكل بالأيام، حاولت أقطع شرايين إيدي بس خفت يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ومش عارفة أعمل إيه. طيب لحد هنا وخلصت رسالة هناء، اللي على حسب حكايتها إن هي هناء ملهاش نصيب من اسمها، ما شافتش هنا. بدل الهنا عاشت عمرها كله في عذاب. قصة تضايق توجع القلب، اللي يوجع أكتر إن هي مش مشكلتها لوحدها. على فكرة في عندنا كتير جدا في كل قرية نجع بنات عايشين نفس المأساة بسبب أهل ما عندهمش إنسانية ولا رحمة ولا ضمير، ودي النتيجة. البنت حاولت تنتحر أكتر من مرة. طب مين هيربي العيال لو هي جرالها حاجة؟ هتعملوا إيه؟ السؤال دلوقتي، هل في حل لمشكلتها ولا خلاص فات الأوان زي ما بيقولوا؟ استنونا بعد الفاصل. لو واحد اتسرق منه مرتبه وهو لسه قابض أول الشهر هتلاقي دماغه مش فيه. لو واحد اتسرق منه موبايله اللي عليه أرقامه وصوره هيبقى مش طايق نفسه، ما بالك بقى من اللي بيتسرق منه عمره، أجمل سنين حياته، زي ما حصل مع هناء بطل القصة حقيقية النهاردة. أبوها كان راجل صعب بيضربه بس، لدرجة إن البنت لحد 10 سنين كان عندها تبول لا إرادي. لما تمت 15 سنة أبوها وأهلها أجبروها تتجوز من واحد أكبر منها ب10 سنين. اعترضت، لما اعترضت وقالت أنا بحلم أكون مهندسة دكتورة، أبوها كسر عليها الكرسي، كسر لها دراعها، قعدت 40 يوم في الجبس. لما لقيت ان هي مش هتعرف تقف قصاد ابوها امها جدتها استسلمت واتجوزت. هناء اتجوزت في بيت عيله من واحد مدمن حشيش، على اتفه سبب بيضربها بيشتمها قصاد اهله، لحد ما خلاها زي ما هي بتقول مرمطون البيت، بتخدمهم مقابل ان هي تاكل. لو راحت بقى واشتكت لاهلها، اهلها يغلطوها ويرجعوها تاني، لحد ما جالها امراض كتيره قوي وتعبت خلاص، لغايه ما وصل بقى قولون عصبي، ارتجاع في منسوب الدم في القلب، كتير ضغط، كل حاجه. في الزحمه دي خلفت مش عيله واحده، 3. لما قررت تسيب بيتها وتروح لاهلها، اهلها وقفوا مع جوزها وقالوا لها لو هتطلقي يبقى تتنازلي عن كل حقوقك، وكمان هتسيبي عيالك لابوهم هو اللي يربيهم، احنا مش هنصرف على عيال حد. وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، عشان نشوف ممكن نعمل ايه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سيدي؟ اخبارك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. نعمل ايه؟ عمرك سمعت قصه زي دي قبل كده، القاصرات والكلام ده؟ كتير، بالعكس ده هي القصه فيها رغم تعاطفنا الشديد مع اللي بيتقال باترن واضح، فيها نمط واضح. ايه الباترن بقى يعني والنمط اللي ماشيه بيه هي على طول؟ لو شفنا قصه هناء من الطفوله هنلاقي ان هي تعرضت لعنف منزلي واضح جدا حسب روايتها، ثم بعد تعرضها للعنف المنزلي. عجبتني قوي حسب روايتها دي، ان احنا دايما العهده على الراوي، مالناش انا بيجي لي وجهه نظر واحده، انا ما سمعتش بقى راي الباقيين. يمكن انا من اكتر الناس اللي بتتصدى لانه يجي له رساله قصه ويرد، فدايما بقول للناس احنا بنتكلم دلوقتي بالمعطيات المتاحه، وانا مالي عقد ادتني دول. هنتكلم على فرضيتين. الفرضيه الاولى ان المعلومات المتاحه هي كل المعلومات، وده لا يمكن يبقى واضح. لو بعتت لنا مجلد 800 ورقه لا، هيبقى ناقص تفاصيل. ده الدقيقه فيها تفاصيل. ده البصه بتاثر على البني ادم. صح. الانبوت الثاني اللي احنا بنفترضه صدق ما يقال، وانا لا اتهم حد بالكذب، بس احنا احيانا لما بنسمع اي حدوته بنقول جمله لطيفه، بنقول للشخص انا مصدق ان انت مصدق اللي انت بتقوله. عجبتني. ودي مختلفه سنه عن انا مكدبك، انا لا يمكن اكون مكدب حد. وهي ملهاش مصلحه تبعت لسالي تكذب، واللي بيبعت لي كطبيب نفسي ملوش مصلحه ان هو يبقى بيكذب، ولكن هو مصدق ده. بس في ناس تبقى حساسه قوي، يعني سوبر سنسيتيف، يعني اللي هو حساس زياده عن اللزوم، فبيشوف الدنيا من منظور غير. يعني انا بصيت له عادي يقول لك بصيت لي من فوق لتحت. يا عم انا عايز ابص لك فوق تحت، ليه ببص لك فوق تحت؟ وده اللي بقوله، انا مصدق ان انت مصدق. هو شاف البصه كده، وهو صادق فيما قال، ولكنه يروي الاحداث من منظوره. وهنا بنقول ده ما يبقى مريض نفسي، لما يقعد بخياله يهيئ له كل ده، ما هو ده ما بيساعدوش. مش ده يبقى مرض؟ لا، مش هقدر ازعم برضو انه يعني حتى اللي انا بتقول انا رحت للدكتور قال لي كل دي امراض بسبب ان انا عيا نفسي وان انا مش عارف ايه. وارد برضو، احقاقا للحق وارد. وخلينا برضو نطلع بره دي شويه، بانه لو بنقول هو حدوته هناء موجوده في مجتمعنا ولا لا؟ موجود كتير، عنف منزلي طبعا، عشان بس ايه يعني، بس لدرجه ان هو يكسر الكراسي على بناته وكده واكتر يا فندم، وعادي خالص، ويتدارم موضوعه ومحدش يقدر يعمل محضر، واول واحده ما تشهدش معاها امها. إيه؟ ليه؟ عشان جدها من الام كان كسر لها ضلعين. هذا موروث مجتمعي. لو حضرتك شفتي الباترن دي اشدلك 3 اجيال قدام، او نرجع انا وانتي فلاش باك 3 اجيال ورا. فتعودت على كده خلاص، ما كلهم بيتضربوا زي ما قالها. موجود في مجتمعنا، عشان برضو يعني نبقى واضحين ومنصفين، وعشان نقول الاجلي تروث فنغير، فيبقى اللي بنعمله مفيد. صح، عشان ما تبقاش حتى انه جيل جدتها، ان جدتها تقول له ده وقعت من على السلم. يعني لطيف ان دلوقتي في سوشيال ميديا، لطيف ان في قصه حقيقيه مع سالي عبد السلام، لطيف ان في اوتلتس كثيره جدا للناس تتكلم، فنطلع نقول ده عشان لما نقوله ما يتقلناش. بلاش كلام سوداوي، مجتمعنا ما بقاش كده. القصص دي انتوا جايبينها منين؟ لا، احنا جايبين القصه اهو، وصاحبه القصه بعت القصه. طبعا ده موجود في مجتمعنا، عنف منزلي شديد، موجود زواج قاصرات طبعا، ممنهج، وهو العرف وهو الطبيعي في بعض الفئات المجتمعيه. لما تتم هنبقى نسجله. وهي القصر اللي اتضربت في بيتها، تفتكري لما تروح بيت جوزها هيعمل ايه؟ هتتهان طبعا. انا شفتها قدامي، وفي مجتمع يا دكتور متعلم، مجتمع متعلم، يعني جوزها راجل متعلم وكده، لما مد ايده عليها وبيلوموه، ده بجد قال لك، ما بيقول له ايه يا انكل، ما انت بتضربها يا انكل، انت اتجننت، انت اتجننت. وده اللي كنت لسه هقوله لك بقى، باباها يضربها، انت بتضربها ليه؟ الحدوته هنا تبدو ان هي جايه من فئه مجتمعيه متواضعه التعليم او طبعا المستوى الاجتماعي والثقافي. المفاجاه بقى اللي عندي، اطلع بقى للاليت، الكرام دولا كرام، ده بيضربوا طبعا، الكرام دولا كرام موجود، وموجود كتير. سوري حبيبتي، كنت متقل امبارح مع اصحابي مثلا، او مش في وعي بجد. لا، او كنت في وعي بس هي استفزتني. بصي هقول لك حاجه، وانا راجل قوي دايما تلاقيني في المشاكل الزوجيه بطبطب مصلح، ونتكلم عن عمار البيوت، ونتكلم الا لما واحده تقول لي اتضربت، بقول اللي تتضرب مره مش هقول تستاهل عشان ما ابقاش قاسي، بس هي اللي عملت في نفسها كده لما تتضرب 100 مره. مهاب، يعني تتضرب مره تتطلق تمشي؟ يا سالي تمشي امبارح، ما تهزرش. يعني رأي. ممكن تبقى هو لو هو متعصب او متضايق فمد ايده زقها. لا، ما تكملش. لا، زقها، زقته، نكشها، نكشته، لا، راح فاتح الدولاب، ردت في وشها، قال مش قاصد. لا، دي قصه واتضربت. انا اعني هنا عشان ابقى واضح، ضرب مبرح في ايذاء جسدي، بس مش في بيندم، وشها ازرق. يندم. بيرجع تاني. لو بنتي يستفيد بندمه مع واحده غيرها، وانا هقول لبنات الناس اللي ارضاه لبنتي، انا ما عنديش مشكله. طب لو هي كانت غلطت فيه، او حتى قالت له لفظ او لان انا حاسه القصه، يرجعها، يجيبها، خدوا دي ربوها، يسيب لها البيت ويمشي، ويقول لها مش لازماني، يرمي عليها اليمين، واما يجي يردها تترد دون اي حقوق، واقول لها ارجعي له بقى بكلمه في دماغه، لانك قليله الادب. صح، ما عنديش مشكله خالص خالص، بس اوعى تمد ايدك عليها تتقطع ايدك 100 مره. وعايز اقول لك حاجه، لما بنقول الكلام ده وانا يعني انا اتعلمت في مكانين يعني طب عين شمس وساوث ويلز اتعلمت فيهم حاجات، ومدرسه السوشيال ميديا علمتني حاجات تانية خالص. ده رعب. لما قلت لواحده بعتلي مره اهربي بسرعه، قصه شبيهه بقصه طبعا قال لك انت بتحرض بناتنا. لا يا ريت إيه؟ ده ابتدوا يكلموني في الدين. هو مش اتقال اضربوهن في القرآن؟ نعم. وانا بقى في الحاجات دي بتصدى. هو بعيدا عن التفسيرات المختلفه لهذا واضربوهن يعني اعرضوا عنهن، ايه هو الضرب في الاسلام؟ خلينا نقول ده اصل ده ديننا كلنا. السواك او تتقمص ما تكلمهاش، اهجرهن في الفراش، ما تعمل لك انت تضربني ليه؟ اهجرهن في المضاجع طبعا، اضربوهن. الضرب اللي شروطه ايه؟ لا يصيب وجها ولا يشين عضوا ولا يسيل دما. عارف يعني ايه يشين عضوا؟ مستقبلات الالم هي عضو من اعضاء الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. معنى انها اللي بيلف شعرها على ايده كده ويشد. معنى انها ويسحلها. شفتها. معنى انها كلنا انها تتألم انك تشين عضوا، حتى لو كان الم نفسي، ان انت بصيت لي بصه مش بتاعتي او كلمتني بطريقه مش بتاعتي. يعني هناك امور كثيره قابله للاصلاح والتفاوض، عشان برضو ايه نبحبح الحدوته، لان البيوت مقفوله على هم كتير طبعا. يعني هناك امور تقبل العنف. في ستات توافق ان هي تتضرب ولا تتخنش، يعني مثلا هناء ما قالتش ان هي اتخانت خالص. متخيل يا دكتور ان في كده؟ بس ما بصش لواحد تاني عشان بيحبني، غيران، اصل غار عليا، افتكر ان انا بصيت للي جنبي. وربط الضرب بالحب كارثه بالنسبه لي. ما هو قال لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، دي موروثه. انت هتلعب في الثوابت يا دكتور. اني ضرب فيهم ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، بس مش سحل الحبيب. ضرب الحبيب اهو. لا مش ضرب، نهزر، اديني كتف اديله كتف، لكن مش كده. انت قلتي لو زقها، قلتيك لا. زقها زقته، اتنرفزوا، حدفوا بعض بالمخده، مفيش مشكله. لا احيانا يزقها بالباب، يقول لك الباب هو اللي فتح جامد، الباب هو اللي فتح عليه وهو ماشي كده يخبط فيها يوقعها ويقول لها ما شفتكيش. ايه ده؟ ما عنديش مانع، انما يروح يقعد قدام اهلها ويتناقش معاهم في حيثيات العلقه اللي اداها لبنتهم. لدرجه ان ابوه في القصه مد ايده عليها. هل من حق الحما ان هو كمان يتدخل قوي يكلمني بطريقه ما تعجبنيش؟ لما هي البنت مستباحه بقى، والبنت استباحت بسبب ايه يا سالي؟ بسبب ان اهلها مش جنبها. شكرا. اذا فقدت البنت دايره امانها الاولى اصبحت مستباحه ما بقي من عمرها. طبعا. اللي اتضربت في بيت اهلها، وتعالي كده نوعي الناس شويه لاثر الضرب، عشان احنا مش بس بنتصدى لمشكله هناء. أنا يهمني إن أي حد دلوقتي بيتفرج علينا وهو لسه لاطش ابنه أو بنته ألمين قبل ما يناموا وقاعد بيتفرج، يسمع الكلمتين. أصل في عيال يا أخويا ما تجيش بالتربية الإيجابية، بس مش لدرجة لطش. هو مفيش أنا في قرص كده، عارف، في قرصة كده قسما بالله تفتكرني بيها أول بقول قوم ذاكر. بتزرق مكانها دي. مامي قالت قوم ذاكر صح؟ ما سمعناش الكلام، مامي عملت إيه؟ فاكر؟ يروح قايم الواد من هنا فتلاقي العيل من دول راح جاري. ده غلط؟ غلط، بس خلينا نعترف ان كلنا اتربينا كده شويه، كلنا اتقرصنا، كلنا يعني. هقول لهم انا وانا لا كان بتطلع الشماعه او تشوف المج في ايد ست الحبايب، والله العظيم تجري الطرقه كلها. لا تطلع على الادوار عشان تطلع تذاكر، وانت يعني ما بتهزرش بيه، كانت بترمي بتاع جنبك، فانت تفهم على طول اللي جاي فيك. اجري. لا والامهات وقدرتهم على النشان، هي تعاملك على انك هدف متحرك. ايوه انا بجري، هي هتحدف الشبشب قدامي ربع متر وهي حاسبه ان هو هيجي فيا، نقطه الالتقاء بتاع الشبشب وخلي وهتقع هنا، هتقع السلمه دي، هتقع. في درس لطيف قوي، ما هو ده احنا تجيب الشبشب تحطه تحت رجل ماما. مش ده الضرب اللي بتكلم عنه، ده كان بيبقى بعده حضن وتاني يوم بتقعد تبوس فيك قبل ما تنام، ده انا بحبك اكتر، وقعده انت لسه، ده انا لسه مرقوعه على العلقه قدام البيت كله. اهالينا ربونا من غير جوجل ومن غير AI ومن غير دكاتره في التلفزيون بيتكلموا، بس ربونا بحب. هل سالي عندها شك بعد الشر انها لو في يوم من الايام كانت روحت لمامتها البيت مضروبه، مامتها هتقول لها تستاهلي؟ انا عندنا واقعه في العيله، عندنا واقعه في العيله. انا فاكره جدتي الله يرحمها رفعت ايديها ألمين، يعني واحده فيهم خدت ألم من البنات، ألمين رايح جاي، ما فتحش بقه، مشوا زي الألف بعدها خلاص حبايب. ما عندناش الكلام ده، يا نهار ابيض. هو حتى يعني اللي بيخش عيلتنا بنحكي له على امجادنا. خدي بالك احنا لما نقول للناس ما تضربوش عيالكم يقوموا جايبين لنا اكستريم دمه تقيل كده، يقول لك ايه خليكم انتوا في التربيه الايجابيه اللي طلعت الجيل بايظ. لا طبعا، لا مش حقيقي. انما طلع شخصيه، طلع شخصيه، طلع عيل. انا عايزه عيلي يعارضني عشان يبقى عنده شخصيه، قول لي لا ليه، ويتناقش ويتكلم، نقتنع طبعا، بني ادم، وفي الاخر راينا اللي هيمشي. عارف، بس نتناقش يا اخي، اديتك يعني فرصتك يا اخي. هناك شيء في التربيه اسمه الاوثوريتاريان بارنتنج ستايل، النمط السلطوي في التربيه، وده النمط السيء اللي هو ديكتاتور على طول. وفي بقى نمط تاني لطيف اسمه الاوثوريتيف بارنتنج ستايل، النمط الحازم في التربيه. في الاثنين على عهده سالي عبد السلام كلامي اللي هيمشي، بس في الاولاني كلامي هيمشي يا كلب من غير ما تسال ليه، لا ولا تتطاول، هيمشي عشان مامي ما تستاهلش حاجه وحشه، كلامي هيمشي عشان انا تعبت في تربيتكم، عشان انا حرام عليكم وانا واقفه طول اليوم مثلا، ومره عشان انا خايفه عليك طبعا، ومره عشان هقول ايه لباباكو. تخيلي الام في عز ما هي بتقرص وبتعمل الحاجات دي اللي انا وانت بنحكي عنها، بتقدم المبررات. انا مامي كانت بتقول لي كده، بتطبطب وتدلع، يتكلموا عليا، الناس كلها تتكلم عليا ويقولوا لي ما عرفتش اربي، حرام عليك يا شيخ، تصعب عليك. بالظبط، تصعب عليك انه حرام، وان غصبتك النهارده هتصحى بكره تاخدك في حضنها وانت نازله من غير ما تقولي حاجه خالص. دي حقيقه، مش هنتكلم. بس كان عندنا جدتنا، وانت فاهمه ان مامي بتصالح، بس مامي بتصالح من ايه؟ من فوق. لا، ما كان عندنا جدتنا كانت بتقعد تصغر لها وتهددها ان هو لو مديتي ايدك على عيالنا هوريك انا عامل فيك ايه. هنا بقى في القصه الجده مرعبه، يعني انا ابقى مضروبه قدامك ومكسور عليا كرسي وتقولي للدكتور ان انا وقعت من على السلم، يا مفتريه. التعامل مع البنت على ان هي في بعض المجتمعات فضيحه، هي البنت بتتولد وانا اسف اني بقول هذا الكلام، ولكن طبعا تاني لازم نسترها. انت بتستر، هي فضيحه طبعا، هسترها، وبمجرد ما اتسترت بقت الفضيحه مضروبه في 3 لو رجعت. فانا دايما بقول للناس بالبلدي كده، لما تيجي تصون لحمك تصونه بانه موجود في مكان متصام فيه، مش في انه متداري جوه 4 حيطان ومتهان جواهم. يعني كده البنت ما مشيتش بمزاجها. طب ما هي ممكن تفضحكوا بعدها لا قدر الله، لكن لما تصونها وهي في مجتمع وقادره تعمل ده وتتعامل مع ده وتتعامل واقفه راجل، دي التربيه، ده انت صنتها ومش هنتسال. يعني لو تاخدي بالك انا وانت بعواطفنا كده وبمنطقنا من غير ما نرتب، من ساعه ما بدأنا نتكلم بنتكلم عن ايه؟ الاهل. ما اتكلمناش عن جوزها ده خالص لسه. لا، ما هو ده بيمشي على خطى اللي انا اتربيت عليه. بالظبط، هو لما يلاقيني واقفه وليا رايي وابويا بيسمع رايي ومامتي بتسمع رايي وليا رايي في البيت، هتفكر 1000 مره يوم ما تيجي تقول لي انت انا جايبك هنا تخدمي اهلي، انت حته واحده بتخدمي اهلي وتاكلي بلق، انا اكل بلقمتي؟ انتوا ازاي بتعملوا؟ طب هي كان قدامها اي اختيارات؟ يعني انا لو انا مكانها يا حبيبتي، عشان كده ما بحطش نفسي مكانهم، لان انا مش نفس البيئه ومش نفس العيشه، كنت هعرف اختار. بس هي تعمل ايه؟ ولو كانت هربت كانت هتروح فين؟ لا، مش لاقيه يا مهاب حته. لا انا ولا انت نقدر نقول تروح فين، ولا نقدر نزعم وننظر عليها من واحنا قاعدين هنا طبعا. يعني انا مش هقع في الغلطه دي، ولكن من نفس هذا المنطلق اتمنى ان احنا ما نخرجش شخصيه تعمل كده تاني مع بناتها، وهي هناء نفسها. هي خلفت ليه؟ مش هو يعني انا ده يعني ده الواحده اللي مش اللي حابه جوزها قوي بيخلفوا مثلا 1 أو 2 في زمن زي ده ماكسيمم، لانه خلاص عشان تربيه تربيه كويسه. ده انا مش حباك ولا طايقاك وبتضربني وخرجتني مرتين يا اخي في 11 سنه جواز، اخلف منك 3 ازاي؟ يعني هي الستات ما بتبقاش عارفه ولا ده بيبقى ايه؟ ارد عليك الرد اللي هناء هتقوله دلوقتي وهي بتتفرج علينا، إيه؟ ده عندكم انتوا يا ملمعين يا بتوع التلفزيون. طب وانت اتضحك عليكي؟ لا انت مش زينا، مش ستات زينا وعارفه مواعيد. بص، هي مايلستونز، هي البنت بتتولد، اهلها في هذا المجتمع، يعني او في هذا الفكر، مش هقول المجتمع لان برضو المجتمع البسيط ده في حاجات كتير حلوه قوي وفي امثله كتير قوي مختلفه عنها طبعا، ولكن في هذا المثال تحديدا البنت بتتولد، احنا بنستحمل اكلها وشربها لحد ما تتم سن معين، اقرب سن تبلغ فيه طبعا فنقدر نديها الراجل تاني أصرب. يشيل الشيله دي، والراجل ده هيجري بسرعه يخلف منها. يا بنات يفضل كده ياكلهم اقل قليل ويعلمهم اقل قليل لغايه اما يجي راجل ياخدهم. يا اولاد اول ما يوصلوا بطوله يشغلوا عشان يبدا يصرف عليه وعلى الحشيش اللي بيشربه، عشان يفتح يعني بيت وينزل يسهر مع اصحابه. ببساطه شديده طبعا. الطفل مصدر دخل محتمل للبيت فبيفرحوا بالواد. البنت فضيحه محتمله ان شاء الله نسترها في اقرب فرصه. طب مش كانوا زمان بيجوزوها لحد غني ويبقى لم العيله كلها ودفع ما بقاش فيه بقى الديون دي كانت بتبقى فرخه بتبيض بيضه ذهب في البيت. ما بقاش فيه. طب وهي ما فكرتش ازاي وهي بتروح لدكتور؟ يعني عرفت تروح لدكتور وقال لها ان علاجك ان انت تعبانه نفسيا وكده، ما عرفتش تاخد حبوب منع الحمل عشان ما تخلفش، او زي ما بيقولوا بقى، وانا طبعا برفض الكلام ده، انه يقول لك ارض بور مش هتجيب حاجه. كانوا مشوها وبعد ما يمشوها هتقعد في بيت اهلها تاني. اللي بيعملوا ايه؟ ولا هيطلعوها ولا مهندسه ولا محاميه ولا اللي بيكسروا الكرسي عليه. طب ده على الاقل في ضرب جوزها لا يتعاطف مجتمعي. هي وبتحكي واحنا بنقول وعارفه تدخل على السوشيال ميديا. هناء بعتها ديدلوك، يعني قصه مقفوله، هي مقفلاها او الدنيا مقفلاها في وشها حسب روايتها. ما بتقول لك انا بقعد اقول يا رب وانا مش من حق افرح وحد يجي يفرحني انا وعيالي زي ما بشوف ناس مبسوطه. هقول لها ببساطه بناء على المعطيات يا هناء اللي انت بعتاها مفيش اي امل في اصلاح هذا الشيء. انفدي بجلدك باي خسائر. الهوت لاين بتاع المجلس القومي للمراه هيبقى موجود على الشاشه او موجود في الانبوكس او ايا كان. فعلا وخط نجدة الطفل وكل حاجه انا محضره لها قصيده في الاخر. لا ده احنا عندنا كمان خط ساخن مخصوص للعنف المنزلي، العنف ضد المراه اللي جوزها بيضربها واهلها في بيت للمعنفات، ولا محضره لها قصيده انا في الاخر. بس طيب انا لازم اسمع الشق النفسي. اهربي الشق النفسي. اما تهربي بعد اذنك اطلبي كده من الكيان اللي هربك ان هو يوجهك لطبيب نفسي يعالجك من اثار ده، لانه طب ولو هربت ورجعت تاني وما لقيتش حاجه تانيه تعملها مهم؟ ما خلاص. بصي انسانيا متعاطف جدا مع ده، بس عايز اقول حاجه. الظروف دي بتعمل حاجه من اربعه عاده، وما اقدرش اشخص على الهوا وما اقدرش اشخص برساله، ولكن بس هنقول الافتراضات يعني such as ايه. ثانك يو. اول حاجه حاجه اسمها ديبندنت بيرسوناليتي ديسوردر، اضطراب الشخصيه الاعتماديه. هي تشكو وتشكو جيدا وتشكو كثيرا، ولكن حين يوجد الحل تتجنب الحل وتبيع لنفسها انه ما فيش حل. ما هي كانت هتنتحر، هي ما باعتش حاجه، هي تنتحر. ده عارفه السؤال ده السايكايتست عامل زي ايه؟ ممشياني على شوك. لا يمكن اقدر اقول لك هتنتحر ولا لا غير لما تشوف الرياكشنز بتاعتها مثلا من اللي قريته. او تشوف ردود افعالها فتفهم او عنصر دفاعي قوي وهو ايمانها بان اللي بينتحر بيموت كافر. ما هي قالت انا لا هاخد لا دنيا ولا اخره بس. فالحمد لله. طب قولي بقى الاربعه. انا قلنا اضطراب الشخصيه الاعتماديه، ان هي تهان وتتقبل الاهانه والاساءه وتتجنب الحلول رغم شكواها المتكرره. ده اكستريم، اكستريم الخنوع. الاكستريم الاخر اضطراب الشخصيه المعاديه للمجتمع، الانتي سوشيال بيرسوناليتي ديسوردر، بيعملوا انها تتحول لشيء عنيف جدا على اي حد هي ليها سلطه عليه. وهنا انا عيني على مين؟ على العيال، على البنات. شكرا. الحاجه الثالثه ان يكون عندها شيء اسمه امبلس كنترول ديسوردر، او اضطراب عدم القدره على السيطره على الانفعالات، فتبدا تبقى مؤذيه دون ان تشعر لنفسها او للاخرين. الحاجه الرابعه اكيد هتبقى مؤذيه وهي بتشعر. طبعا. الحاجه الرابعه حاجه اسمها intermittent explosive disorder، او الاضطراب الانفجاري المتقطع. تفضل خانعه جدا. لا اقوم اضربكم كلكم بقى في البيت واكسر عليكم المقاشات وانا بنضف، فله وان البنت تعايشت وهوب فجاه دون اي حافز نلاقيها بتؤذي نفسها او تؤذي المحيطين وتؤذي المحيطين اكتر. الاربع مصائر المحتملين دول رحلة بدأها الأهل عند أول علقة اتضربتها هناء، ثم تبعها كثير وكثير وكثير من التخلي عن هناء في أي لحظة جريت فيها على مصدر الأمان. طبعا. دايرة الأمان الأولى اللي للأسف هي دايرة رعب. يعني قصة هناء بعيني، عارفة الظلم لما يبقى 360 درجة؟ هي ظلمت من أهلها، وظلمت حسب روايتها من جوزها وأهل جوزها، وظلمت من المجتمع، لأنه في النهاية المواطن ابن الدولة. ومحدش يقول لي احنا هنرجع تاني للحكومة بابا وماما. لا، الدولة مش حكومة، الدولة مؤسسات. طبعا الدوله نقابات، لو قلنا مجلس قومي المراه او النجده او كل حاجات من دي، او حتى المعنفات طبعا انوه في قصه وزاره التضامن الاجتماعي طبعا، ما لجأتش لاي حد من دول. واحقاقا للحق الحالات اللي بشوفها وبتتوجه بتلاقي رعايه، دي حقيقه، وبتلاقي حلول، وبتلاقي تدخل سريع وتدخل حاسم. يا جماعه انتوا عايشين في دولة هم هيفتكرون ان احنا بنقول كلام اعلامي، يعني هناء الدكتور بيقول لك اعملي كده، ده مش كلام اعلامي، تجرب شفنا بعينينا، مش هزار. هقول لحضرتك حاجه مش كلام وخلاص، على عهدتي انا تجرب وتبعت لي وازعم ان هتعرفي تجيبيه على السوشيال ميديا في ثانيه. دكتور مهاب مجاهد هتعرفي تجيبيه، واوعدك لو جربتي وبعتي لي تجربه سلبيه هنشرها واتواصل بالنيابه عنك مع المجلس القومي للمراه، ومش هيتاخروا لاني جربت قبل كده. وانا بقول ده وانا مطمن لاني جربت قبل كده مع حالات اخرى ولم اضطر للظهور في المشهد خالص. انا بشكرك ونورتني. ثانك يو دكتور مهاب. ثانك يو سو ماتش يا سيدي، جدا انبسطت معاكي. ميرسي، وانا كمان والله. مرسي. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير محتاجين نقوله. رغم ان دي مش اول قصه تجيلنا من بنت بيجبرها اهلها على الجواز وهي قاصر، ورغم ان دي مشكله عامه بتحصل كتير جدا في ارياف وقرى، بس في الحقيقه كل الرسائل اللي استقبلناها هنا في قصه حقيقيه كوم وقصه هناء كوم تاني خالص. قهر، وجع، جالها امراض وظلموها وظلموها بشكل بشع، حاجه ما تتوصفش، صح؟ يمكن لو شفنا التفاصيل دي كلها في فيلم او مسلسل هتقولوا انه المخرج بيأفور، الناس مش هتصدق، هيقولوا المخرج بيألف والمؤلف مزودها زياده لا لا، لانه مفيش اهل هتوصل قسوتهم او ظلمهم لبنتهم للدرجه دي، يضربها بكرسي ويكسروا عليها وجدتها بتكذب وانتوا بتعملوا ايه؟ بس الظاهر ان الواقع بقى اصعب بكتير من اللي احنا عمرنا ما نتخيله. الارقام الرسميه بتقول انه عدد الاطفال اللي عمرهم اقل من 18 سنه في مصر 39 مليون طفل، منهم كام؟ 117 ألف طفل وطفلة متجوزين ومطلقين. طب انتوا متخيلين؟ الكلام ده بقى مش كلامنا، ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي قال إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 ل 17 سنة يا إما متجوزين يا إما سبق ليهم الجواز. سجلت بقى محافظات الصعيد أعلى نسبة في جواز الأطفال والبنات اللي هم القاصرات، أعلى نسبة في طلاقهم برضو. لما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حالات الزواج المبكر في سن ال 12 13 و 14 سنة، لأن في 1000 طفلة مطلقة. رغم أن القانون المصري بيمنع جواز القاصرات، دي معروفة، وحدد أن السن القانوني لجواز أي بنت 18 سنة، بس اللي بيحصل في الأرياف والأقاليم غير كده خالص. أهالي كتير جدا بيجوزوا أطفالهم عرفي، ها؟ شفناها كتير هنا على فكرة. ده طبعا أنا معرفش إيه اللي بيحصل بقى في الواقع، ده دول اللي وصلنا لهم يعني. بيجوزوهم قبل ما يوصلوا للسن القانوني. شفنا هنا زي ما بقول لكم في قصة حقيقية حكايات كتير قوي، بنات اتجوزت قاصر وحصل خلافات، جوزها أنكر أصلا إنه اتجوزها وقال لها اثبتي إننا متجوزين. تخيلوا، تخيلوا قلة القيمة. ده غير بقى قصة بنت جوزها مات قبل ما هم يعملوا العقد، يوثقوا العقد. كوارث غيرها كتير من المصايب اللي بتحصل بسبب الجواز، اللي طبعا بيتم تحت السن القانوني. متخيلين هناء واللي زيها بيحصل فيهم ايه؟ البنت كان نفسها تطلع دكتورة ولا مهندسة ولا محامية، هم جوزوها بالعافية الواحد ايه؟ حشاش، وهو اهله يضربوا فيها، خلوها تاكل قصاد ان هي تخدمهم، لحد ما جالها القلب والقولون وسمعتوا كل الامراض اللي جات لها. فوق ده كله اهلها بقى يقولوا لها بقى دلوقتي بقى تخيل، بدل ما اهلي يقفوا معايا، يعني انا رجعت لكم بالمصايب دي كلها، يا تتنازلي عن كل حقوقك حتى عيالك. ايه ده؟ ليه؟ ده الجواري ما بتعملش فيهم كده، ده لو اسيره مش هتعمل فيها كده، لو سبايه مش هتعمل فيها كده، ليه؟ طب ال1000 طفله بقى اللي اتطلقوا بعد ما اتجوزوا هم عندهم 12 او 13 او 14 سنه، ده حسب التقارير الرسميه، شافوا ايه هم كمان؟ في كام حالة لسه ما اتطلقتش، متعلقة، كاتمة جواها. ما هناء كانت كاتمة بس لقيت قصة حقيقية انفجرت. شوفي يا هناء، عايزة أقولك على حاجة، في مصر كيان مهم وعظيم وأنا بحترمه جدا، اسمه المجلس القومي للمرأة، عشان يدافع عنك وعن كل البنات والستات اللي بيمروا بنفس ظروفك. عندهم خط ساخن لاستقبال الشكاوى من الستات اللي هي بتعاني من العنف أو من الظلم أو القهر زي اللي انت فيه يا حبيبتي، لأنه الدولة النهاردة في صف المرأة تماما. لازم هيقفوا جنبك وبيسخروا مجهوداتهم كلها عشان يخدموكوا، عشان يشيلوا الظلم اللي انتوا مريتوا بيه. الخط الساخن الخاص للشكاوي دي هو 15-11-5. في كمان أرقام المجلس القومي للمرأة 23-49-00-60، هنكتبهم تحت وهقول الرقم التاني 23-49-00-65. في كمان بقى والأهم خط نجدة الطفل عشان أطفالك اللي اتبهدلوا قوي دول. رقم خط نجدة الطفل 16,000 بكلم يوم. ده غير إن في خدمة عظيمة بقى، وأنا كنت لسه بسمع عنها من قريب، يعني ما كنتش أعرف عنها كتير، بس هي بتتقدم لكل ست بتتظلم أو بيعنفوها جوزها أو أهلها أو تخيلي بقى اللي بيحصل. وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عملوا الخدمة دي اسمها إيه؟ بيت المعنفات. دي عبارة عن بيوت في كل محافظات مصر يا هناء، بيقعد فيها الستات اللي بتتعرض للعنف أو البهدلة من جوزها أو من أهلها، بيفضلوا هم بقى واقفين جنبها طالما أهلها مش واقفين جنبها. زي قصتك كده، الست بتفضل هناك حوالي 3 شهور لحد ما هم يدبروا بقى أمورها، سواء بقى بأنهم يفتحوا لها مشروع صغير تعيش منه أو يعملوا صلح بس بشروط بينها وبين جوزها. فأنتي مش لوحدك يا حبيبتي، البلد والحكومة معاكي وفي ظهرك أنتي وكل اللي زيك. وكلامي موجه لكل ست أو بنت بيمروا بنفس الظروف، ما تقولوا للظلم لأ، قولوا للافتراء لأ. أنا الأوان إن إحنا نمنع اللي بيحصل ده. بتدمروا بناتنا، بتقضوا على مستقبلهم، طموحهم، ليه؟ هتخليهم في الآخر مشوهين نفسيا، دول اللي هيبنوا الجيل اللي جاي؟ ما ده هيتوارث زي ما بيقولوا مع الأطفال ومع أطفال الأطفال. طب ليه؟ وفي الآخر إحنا المجتمع اللي بيدفع ثمنه سنين طويلة لحد بقى ما نبقى نتصلح. وسمعتي كمان معايا نصايح دكتور مهاب في الفقرة اللي فاتت. هستنى منك رسالة جديدة طمنيني فيها عملتي إيه، وأرجوكي أرجوكي أرجوكي طالما أهلك مش واقفين جنبك اوصلي لحد من الدولة وأكيد هيبقوا جنبك. بشكركم جدا ومستنية كل قصصكم، وأي حد اتظلم اتقهر اتعمل فيه اللي بيحصل ده يقول لأ، حتى لو بأضعف الإيمان هو يطلع في البرنامج معانا هنا في قصة حقيقية. باي باي.